بندور على ما يسمى بالفورمز اوف ويست، في شويه حاجات بتمثل الويست احنا عايزين نخش ندور عليها. ايه بقى الحاجات دي؟ تعالوا نتعرف عليها مع بعض. انا مش هعمل حاجه، انا ماليش دعوه بالانتاج، ماليش دعوه بالكباستي، ماليش دعوه بالموردين، انا بتاع الويست. لا تقول لي خط الانتاج، لا تقول لي الكفاءه، انا جاي حميك شور بس ان احنا بنإليمينيت الويست. Any activity that doesn't add value to the good or service or service or service. يعني ما حدش يجي يقول لي انا ما بشتغلش في انتاج فما عنديش لين. اللين از كونسبت في انتاج في خدمات مش فرقه. In the eyes of consumer الحاجه اللي العميل هيشوفها عنده استعداد يدفع فيها فلوس هنعملها، الحاجه اللي العميل ما عندوش فيها استعداد يدفع فيها فلوس مش هنعملها. قال لك انا هدور على ثلاث حاجات. هدور على ثلاث حاجات. الفورم اوف ويست عندي ثلاثه فورم. اول فورم عندي اسمه الموضه. مش عايزين نقرا كتير ومش عايزين نتخض، نبدأ الكلام بقى ايه؟ الجابانيز ديفينيشنز بتاعتنا النهارده. اول ديفينيشن معانا هو الموضه، مش عايزين نقرا ومش عايزين نوجع دماغنا. بص معايا على الصوره دي. الصوره دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله ان انا جايب عربيه، العربيه دي حمولتها طن مثلا ولا 20 ولا 30 طن، مش مستغلها الاستغلال الاكفا. انا عندي ريسورس بس انا مش مستغلها. صح؟ لما تفكر، لما اقول لك كلمه موضه افتكر الصوره دي. في الكتاب جايب لك الموضه وجايب لك الشرح، مش جايب لك الصوره. الصوره دي انا جايبها لك عشان تقول لك ما هو فكره الموضه. الموضه مقصود بيها wastefulness. wastefulness يعني ان انا بعمل spending في ريسورس بس انا مش مستغلها الاستغلال الامثل زي العربيه اللي قدام حضرتك. يبقى في اول نوع من انواع الويست او اول فورم من الويست فورمز اللي عندي الا وهو الموضه. الموضه او وود اكسبنسز، وانا جايب ريسورس بس الريسورس اللي انا مش مستغلها زي العربيه، العربيه زي ما انت شايف مش مستغلها بالاستغلال الامثل، انا كنت اقدر اجيب ريسورس اقل منها. طيب الديفينيشن الثاني المورة. ايه المورة؟ مش عايزين نقرا ومش عايزين نوجع دماغنا. بص لي على الصوره دي. بيقول لي ان انا عندي فاريابيلتي، ان انا عندي امبالانس. زي ما انت شايف العربيه اهي محمله على حتت وحتت ثانيه مش متحمل عليها. وتفاوت الاحمال 250 في حته، 200 في حته، 150 في حته، مفيش سيمتريك ديستريبيوشن، مفيش توزيع بشكل كافي او بشكل محترم. الا وهو المورة او الامبالانس او الفاريابيلتي. في حموله مش متوزعه بالتوزيع الاكفى. جايب خمس معدات والخمس معدات ليهم نفس السبيكس وليهم نفس القدره الانتاجيه، بس في معده بشتغل عليها بكفاءه بحمل 8 ساعات وفي معده ثانيه بشتغل 7 ساعات ومعده ثالثه بشتغل عليها 5 ساعات. ففي عدم توازن في توزيع الاحمال الا وهي الموره. الموضه ان انا عندي ريسورس مش مستغلها. الموره مودة انا عندي ريسورس مش مستغلها. المورة انا عندي امبالانس، عندي inefficient في الديستريبيوشن بتاعت الاحمال بتاعتي، او عندي variability. الديفينيشن الثالث هو الموري، برضو مش عايزين نقرا الكلام ده بشكل كبير. الموري ان انا عامل اوفرلود. المكنه المفروض تشتغل في اليوم 7 ساعات، انا مشغلها 9 ساعات. فده هيؤدي معايا الى ايه؟ هيؤدي معايا الويست. ويست في ايه يا باشمهندس؟ طب دي المكنه انا مشكله الويست ان انا اكون ما بطلعش انتاجيه، ده انا بخلي المكنه تطلع انتاجيه اعلى من الانتاجيه بتاعتها. هقول لك ماشي، بس على مدار اللايف تايم بتاع المعده دي معدلات الديبريشيشن او معدلات الاهلاك بتاعتها هتزيد. ما تحملهاش فوق طاقتها، ما تخليهاش توصل لما يسمى بالاوفر بيردنج. الاوفر بيردنج انا بجيب حمل اعلى من الحمل المنطقي. مورا مودا موري. الموده زي ما انت شايف ان انا بكون الريسورس مش مستغله خالص. المكنه عندي بدل ما انا بشغلها 8 ساعات بشغلها في اليوم نص ساعه وبيخلص الموضوع على كده، مش مديها الاستغلال الامثل. الموره ان انا بيبقى عندي امبالانس في التوزيع، عندي تفاوت في وفي فاريابيلتي في معدلات التوزيع. الموري ان انا خلي المكنه شايله اعلى من الطاقه بتاعتها، الا وهي الفورمز اوف ويست.